بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي مشجع دوله الترجي. اهلا وسهلا بيك. زعلكم وحش قوي يا جدع. لا زعلكم وحش، زعلكم وحش. وبعدين يا جدع عيب عليك، ده احنا عرب زي بعض. لا مؤاخذه عن الفريق ده كده الصومالي، الفريق ما عندوش ملعب وجاي يلعب في تونس. لازم يا صديقي ان انت لا مؤاخذه تكون رحيم عليه. لا رحيم مين يا كابتن؟ معلش احنا نازلين النهارده ندوس على اي حد بصراحه، حقك يا زميلي. وفاكر انت في المكان ده لما قلت لك بليلي مع الترجي الوضع هيكون مختلف تماما؟ مفيش مشاكل، هتلاقي اهداف، هتلاقي اسيستات، هتلاقي لاعب دايما وابدا عنده حلول كبيره للترجي. فاكر ولا مش فاكر يا صديقي العزيز؟ النهارده بليلي في 4 اهداف عامل الاسيست ومسجل هدفين. ايه يا بليلي الجمدان ده؟ ايه الجمدان ده يا اسطى؟ كرات متحركه موجود، بلعب بدماغي عادي جدا وبكون مهاجم تاني. كرات ثابته موجود، بعمل اسيست لينسس في الاولى واسيست عظمه. اسيست تقعد تتكلم كده على جمدان الفكره الفنيه بتاعه المدير الفني ميجيل كاردوزو. معلش يا صاحبي، الراجل جاي من اقصى الزاويه اليمين وقدر ان هو يسرق المدافع ويحط في المرمى، وطبعا بليلي لعبها له رايقه قوي. والصراحه الثاني الله ابن العيبه، يعني الله اكبر على يانسس وبليلي، ثنائيه زي الكتاب ما بيقول. كان نفسي رودريجو رودريجيز يكون الثلاثيه بتاعتهم، بس مش مهم. نستنى ان شاء الله من كابتن يوسف العبدلي ان هو يقدر يعمل اضافه قويه في عمق ملعب او في عمق هجوم فريق الترجي، لان برضه عمق ملعب فريق الترجي انا قلت لك قبل كده ان روجيه اهولو مكسب كبير جدا بالنسبه للترجي. وخلينا اكون صريح معاك، السنه دي اعتقد ان ميجيل كاردوزو هيظهر وشه الهجومي. ميجيل كاردوزو هيظهر وجهه الهجومي المرعب. لحد دلوقتي الترجي مرعب هجوميا وقوي دفاعيا. يعني الترجي مرعب هجوميا وقوي دفاعيا. هتقول لك كابتن طب والجون اللي لبسه الترجي ده لبسه ازاي؟ لا صديقي، هو الترجي لبس جون في نهايه الشوط الاول عن طريق بس ابننا امان الله بميش، كان بيهزر شويه على الطرف وكان عايز يرقص الفرويد وكان عايز يعمل مروحه، بس تقريبا كده هو بيعمل مروحه الريش بتاع المروحه اتكسر والفرويد قطعها منه وجت جون. غلطه عاديه، لكن اتمنى ان هي ما تتكررش تاني من امان الله بميش. عادي، مش لازم تبقى بتلعب برجليك عائد حلو وتبقى كورتك حلوه من تحت. حارس مرمى مميز وحارس مرمى من المواهب الكبيره في افريقيا، والغلطات اللي زي دي اتمنى ان هي ما تتكررش، لان في وحش قاعد على الدكه بره اسمه بشير بن سعيد. فلازم تفتكر كويس قوي ان الاخطاء اللي زي دي نوعا ما ممكن تقعدك دكه، ولو بشير بن سعيد ركب هنقعد نتخانق كتير على قصه ان احنا نرجع تاني، فبلاش الحاجات دي. وشفنا برضو تألق كبير جدا للاعب زي امين بن حميده، وبصراحه رائد بوشنيبه بيعجبني الفتره الاخيره. خلينا نكون صريح معاك، رائد بوشنيبه بيعجبني الفتره الاخيره. تحس ان رائد بوشنيبه اخيرا الترجي بقى عنده باك يمين تقدر تقول عليه ان هو قوي. وبصراحه الراجل نوعا ما بعد ما انضم للمنتخب التونسي تقدر تقول عليه ان هو الدنيا بالنسبه له بقت افضل بكتير. ومرياح، معلش بس الهدف الثالث ده مرياح انصفنا. انا كنت بسقف لمرياح واقول مرياح عمل ماتش حلو، ماتش منتخب تونس. في ناس كتير كانت تقول لي مرياح يا جدعان، مرياح بيعمل ماتشات حلوه في بعض من الاوقات. انا عارف ان انت ممكن تكون مجون وجهه نظر ضد ياسين، بس الراجل ساعات في ماتشات بيكون رائع. فبالله عليك ما تفضلش يعني حكمك يكون ثابت دايما على لاعب، لان اللاعب هيعمل ماتش وحش تقعد تخبط فيه، لما يعمل ماتش حلو اطلع اديله حقه علشان خاطر ما يبانش ان انت عندك مشكله مع لاعب وانت اصلا ما تعرفش اللاعب ده. مريح سجل هدف جميل جدا، وبصراحه خلينا نكون منطقيين، هو الترجي اون سايد جيم زي كده ما بيقول. فريق دكادا الصومالي ما كانش عنده فرص خطيره كتير، فريق دكادا الصومالي لولا خطا امان الله مش ما كانش هيسجل. فريق دكادا الصومالي هو كان جاي ياخد على عينه بس من فريق الترجي. ولسه صاحب الماتش بتاع العوده ده في تونس برضو، بس الماتش ده كان بتاع دكادا بجد. يعني الترجي كده صعد بنسبه 100%، شطوره صديقي فعلا، الترجي صعد دور 16 بنسبه 100%. بس عجبني برضو التغييره بتاعت اوجبولو. التغييره بتاعت اوجبولو وثنائيه اوجبولو وروجيه اهولو ثنائيه جامده جدا في عمليه استرجاع الكوره. يعني دي ثنائيه قويه جدا في عمليه استرجاع الكوره، ثنائيه اهولو ولاعيب زي اوجبولو، دي ثنائيه مميزه جدا في عمليه استرجاع الكوره. اما التغيير بتاع كبده سويه مكان العبدلي، فانا اتمنى كبده سويه يقدم اوراق اعتماد لجمهور الترجي ويقدر يثبت ان انا فرويد نوعا ما اقدر احل كتير جدا من المشاكل ومن العقد، واقدر ان انا اكون بديل قوي لرودريجو رودريجيز، لان بصراحه السنه اللي فاتت بتاعت رودريجو محتاجه فرويد قوي عشان ينسي جمهور الترجي اللعيب زي رودريجو. شفنا الياس مكوينه، والياس مكوينه اول ما نزل ربنا وفقه وقدر ان هو يعمل اسيست جميل جدا ليوسف بلالي. وبرده الياس مكوينه ده اعتقد ان هو القادم برضو هيثبت ان الولد ده يقدر يعمل اضافه هجوميه بالنسبه لفريق الترجي. وكوناتي نزل وبن علي مكان رائد بوشنيبه ويانساس. اعتقد كوناتي هيحل معاك في بعض من الاوقات لما تحب تريح يانساس، وبرضو اعتقد ان الولد ده يقدر ان هو يكون
لاعب قادر ان هو ياخد وقت كبير في ملعب الترجي. بس الحقيقه خلينا نكون متفقين ان ميجيل كاردوزو واداره الترجي قدروا في المركاتو يعملوا فريق مرعب، ودي حقيقه لازم ان انت تتقبلها. صديقي العزيز لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش في كل حال من الاحوال الف مليار مبروك للترجي.